بجد الترحيب بحضراتكم. معايا في الاستوديو واحد من نجوم مصر يعني المميزين، يعني من افضل اللاعبين اللي كانوا في جيله، من اللعيبه المميزه جدا اللي بيلعب برجل الشمال. دائما اللاعبين اللي بيلعبوا برجل الشمال عندهم مهاره عاليه جدا، لكن طبعا كابتن مجدي طلبه كان عنده مهاره، روح، قلب، كل ده كان موجود في كابتن مجدي طلبه، نجم مصر ونجم النادي الاهلي. برحب بيك كابتن مجدي. اهلا بيك يا محمد، شكرا ليك وذوقك. شكرا حبيبي. نور كابتن الاهلي. يعني حاجه، انا اول مره طبعا ابقى موجود مع حضرتك وحورك، ولكن يعني ليا الشرف طبعا. انا لعبت معاك كابتن، تذكر قبل ما تتحرك من النادي الاهلي. أي. كان موسم 99، انا صعدت فريق اول، لكن كنت معاكم في الجيل ده. جيل كان، لا لعبنا ماتشات في الدوري ولعبت معاك، لعبنا في الدوري ولعبنا كاس. سبع سنين دوري يا كابتن. ساعتها حضرتك صح؟ لا انا ثلاث سنين بس، ثلاثة اخر ثلاث سنين. انا اخذت اربعه زياده عنك شويه كابتن. نشيد نهار كابتن مجدي. يعني خليني ابتدي معاك بمباراه مصر النهارده، بعد كده نخش بقى في النادي الاهلي وما بعد طبعا بطوله افريقيا والبطولات ان شاء الله القادمه. ان شاء الله باذن الله. يعني مباراه النهارده تعادل مع غانا، كنا متخوفين ان احنا نوصل للجوله الرابعه دون الوصول لكاس العالم، لكن الحمد لله ربنا اراد ان احنا نوصل كاس العالم، ودي لاول مره تحصل في تاريخ مصر. والحمد لله طبعا بنبارك طبعا لاخواتنا المغاربه والتوانسه وصولهم ايضا لكاس العالم. اربع منتخبات عربيه بالزبط. وده الاول مره في تاريخ كاس العالم وصول اربع منتخبات عربيه لكاس العالم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في الاول بنهني الشعب المصري كله بوصول لكاس العالم بدري بدون مباراه غانا. دي الاول مره برضو بنعملها، من طبعا ناهيك عن المره الاولانيه اللي احنا وصلنا لها واحنا كنا ثلاث فرق بس، فدي يعني ما كانش فرقه. انما المره الثانيه اللي هي بتاعت كاس العالم 90 تصفيات، احنا دخلنا في اخر مباراه مع الجزائر، كان المنافسه لغايه اخر دقيقه. انما المنافسه في المره دي طبعا الناس شمت نفسها وارتاحت. انا حاسس الناس ما اتفرجتش النهارده كابتن. ممكن تقول ان كان في خلاص، انت لما بتوصل للهدف اللي انت عاوزه بتحققه بيحصل نوع من انواع الفتور. طبعا الناس اتفرجت اكيد، بس ما فيش بقى الشد اللي موجود. اتفرجت باستمتاع وباكتر اكتر متعه واكتر حديه في نفس الوقت. بقى عايز اللي يلعب وحش يبقى انت بتلعب وحش ليه؟ انت الدنيا سهله والدنيا اكتر انتقاد، يعني عايز اقول اكتر نقد. انما المشوار اللي احنا عملناه مشوار جيد جدا. بتلعب ست مباريات في المجموعه اللي انت موجود فيها وتكسب اربع مباريات وتتعادل في واحده وتخسر في واحده، ده اعتقد انه رقم جيد جدا ممتاز طبعاً. لاي جهاز فني ولاي تيم بيشتغل. بالرغم الانتقادات اللي موجوده كابتن مجدي بالجزء الجمالي في اللعب او الاداء، والله انا من الناس اللي برضو ما بحبش الكوره دي، انما انا بتكلم على دلوقتي، انا دلوقتي هنا بتكلم على الهدف اللي ماله، هدف كاس العالم اللي احنا وصلنا له وحققناه. وحققناه ب 13 بونت من 18 بونت، انت خسرت خمس نقاط. طبعا رقم جيد جدا لدخول كاس العالم زي ما قلت. وفي نفس الوقت في فكر موجود عند مستر كوبر، ولكن اعتقد ان هو في المرحله اللي جايه، وانا قريت له كم تصريح عجبوني بعد كاس العالم بعد الوصول يعني مؤخرا، قال لك وان من مهمتي تطوير الاداء. فالكلمه دي انا هاخدها ايجابيه جدا، طمنتني جدا ان ما احنا اصل احنا لازم نكون بنشتغل بكذا شيب. ما ينفعش تيم منتخب مصر صحيح يشتغل بشيب واحد. ما ينفعش تيم منتخب مصر اللي هو دايما من المرشحين انه يبقى ما فيش متعه. لا، لازم يبقى في متعه. كره القدم معموله للمتعه. صحيح. انترتين. فلازم الكوره، لازم كره القدم عشان تجذب الجمهور وتجذب المشاهدين وتجذب السبونسرز، الناس كلها بتروح ليه؟ على برشلونه وعلى وعلى ريال مدريد وعلى 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 الأيام الكبيره. لازم هتلاقي عندهم سن التميز في الاداء الفني وفي الابهار عن بقيه الفرق. خلينا كابتن نكلمك كده تخيلا، انا طبعا الحمد لله احنا وصلنا. تخيل لو كان مصر كانت هي دي المباراه الاخيره واللي ممكن توصله كاس العالم، كان الوضع هيبقى عامل ازاي بالنسبه للفريق؟ اولا ما كانش هيبقى بالاختيارات اللي هو عاملها، ولا حتى غانا كانت هتبقى بالاختيارات اللي هي عاملاها. الاستعدادات هتبقى مختلفه، ولكن خلينا في الامر الواقع يا محمد. انت صعب ان انت تحط تتخيل موقف ان هو انت قعدت فتره طويله من قبل ماتش الكونغو الاخراني
قعدت عمال مشدد الحزام ومشدود جدا ومستعد، عامل استعداد خاص للموضوع على مستوى الدوله وعلى مستوى الجمهور وعلى مستوى الشعب كله، عشان ما توصلش لنقطة ان انت ماتش الغانا يبقى فيصل وتبقى تنزل تنشن. انت عارف انا هناقشك في الحته دي، قلت انت في دماغي يا نهار ابيض، يعني تخيل احنا نوصل لمباراه غانا للمباراه الاخيره، انا حسيت ان احنا لو وصلنا للحته دي منتخب غانا لو لعبنا بمنتخب المحليين مش هنوصل. لا لا انا مش لا مش قصدي يعني، عارف انت هقول لك حاجه إيه؟ بالمناسبه تيم منتخب مصر دايما دايما في استثناءات في كل قاعده، انما هو دايما بيلعب خارج القواعد افضل بكتير ما بيلعب داخل القواعد، داخل مصر، داخل وفي جمهور، لانه بيتشال من عليه عبء الحشد الجماهيري اللي هو بيبقى المناصرين ليك وعايزينك تطلع كل حاجه صح وكل حاجه بيرفكت وكل حاجه تبقى بالمزوره، فطبعا ده بيتشال من عليك وانت موجود في موجود مع المنافس في دوله المنافس. اللاعب المصري ما يهموش الجمهور اللي قدامه ضده قد ما يهمه الجمهور بتاعه. بيعمل حساب للجمهور بتاعه كتير جدا، ولا الجمهور المنافس مش في دماغه خالص. طب كابتن خليني اكلمك، طريقه اداء منتخبنا الوطني في التصفيات المؤهله لكاس العالم في التصفيات الافريقيه طريقه معينه موجوده ومسيرات الكبر يعني كان بيمارسها وبيديها للاعبين، الوضع بالنسبه لكاس العالم بتشوف ان لازم يتغير بعيد عن الشكل طب انا هقول لك على حاجه مهمه احنا بنقول عليه الفني العالي، الشكل الخططي بقى بالنسبه للمنتخب. بص يا محمد، هو في نقطه مهمه لازم نعرفها كويس جدا، اللعب في كاس العالم غير اللعب في كاس العالم، غير انت بتشتغل في اتموسفير مختلف تماما مع فرق مختلفة كليا وجزئيا، اولا بتقابل دول من كل القارات، صعب ان انت تلاقي دولة من القارة بتاعتك في المجموعة بتاعتك او مستحيل او بيتهيألي مش ممنوع اصلا، ما ينفعش ما بقاش قانوني يعني دلوقتي صحيح. فانت هتقابل كل اللي هتقابله من اسيا وامريكا الجنوبية واوروبا، فالمدارس دي في الكورة مدارس جيدة جدا ومتميزة جدا. لاعيب الكوره في 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 الجو بتاع كاس العالم نفسه بيطلع كل عنده، هو نفسه عنده حوافز داخليه من نفسه بيطلع اقصى ما عنده. عندك لاعيبه في مصر محترفين في اوروبا بقالهم فتره طويله ولاعيبه على مستوى عالي جدا في انديه مستوى عالي جدا، ف الاداء في الجو ده اداء هيبقى بالنسبه لهم عادي جدا، ما فيهوش اي نوع من انواع الرهبه زي ما كان موجود عند جيلنا احنا في 90 عند بعض كتير جدا من اللي كانوا موجودين. ان اول مره بتخش كاس عالم وبتلعب في عشان كده كابتن جوهري رحمه الله عليه قبل دخول كاس العالم عمل كميه مباريات اعداديه في اوروبا وفي امريكا الجنوبيه بشكل مفرط. كل ماتشاتنا تقريبا كانت مع دول اوروبيه، اذا كانت اسكتلندا، انا فاكر كابتن ماتش اسكتلندا ورومانيا والنمسا والتشيك والمانيا الشرقيه قبل الوحده وماتشات كتير يعني مش ما تحضرنيش حاجات كتير حاجات منها تانية كتير، انما ماتشات كتير جدا في اوروبا. فكل ده ليه؟ عشان يعود اللعيب المصري على الجو ده. هو اوريدي احنا عندنا دلوقتي النقطة دي خطيناها بمجموعة اللاعبين المحترفين، بوجود اللعيبة المحترفة اللي موجودة، بمشاهدة اللعيب المصري للكرة الأوروبية باستمرار. وقتنا احنا ما كانش كده، ما كانش فيه الاستمرارية دي، ما كنتش بتتفرج على فرق أوروبا على طول، تشامبيونز ليج في بطولة أوروبا في على طول بالشكل ده، ما كانش بالحجم اللي موجود فيه دلوقتي. صحيح، ما فيش رهبه من فرق اوروبا دلوقتي. احنا كاس مستوى ثالث يعني، انا حتى الان في التصنيف الثالث ان شاء الله احنا 1 12 هيكون وهنعرف مين هنلعب فين وهنلعب مع مين. لكن المنتخبات الكبيره زي كده انت حضرتك بتتكلم على محترفين موجود اسمائهم كافراد جوه الانديه بتاعتهم في اوروبا، لكن كمنتخب احنا يعتبر بتشوفه، هل احنا منتخب مجهول الناس لازم يتفرجوا علينا كتير، ولا احنا منتخب بعد وجودنا مثلا ولعبنا ايطاليا والبرازيل في كاس انت فرق. انت وجودك، لا وجودك بالنسبه للفرق الاوروبيه دلوقتي او الفرق العالميه في كاس العالم ما هو ما الناس ما بتبصلكش بنفس النظره
اللي كانت بتوصلها لنا قبل 90. 90 كانوا عاملين كمبيوتر كده سيستم جديد يحطوا اسم الفرقتين اللي هيلعبوا مع بعض ويطلع لك نتيجه. فكان بيطلع لنا نتائج مسخره يعني قبل احنا بنلعب، قبل ما نروح الجروب بتاعنا 8-1 من هولندا و6 من انجلترا ومش عارف 4 ولا 5 من ايرلندا كلام. ليه كل ده؟ بناء على جهل بالتيم المصري، جهل بامكانيات اللعيب المصري. النهارده لا، انت النهارده عندك كل اللعيبه اللي موجوده. محمد صلاح ما شاء الله لا قوه الا بالله، النهارده من اكبر الاسماء اللعيبه الموجوده في اوروبا او في العالم. فأحمد حجازي بيشتغل في الدوري الانجليزي، رمضان صبحي بيشتغل في الدوري الانجليزي، نني بيشتغل في نادي، بيلعب في نادي من اكبر انديه العالم في الدوري الانجليزي. غير بقى عندك ورده تاني، وعشان مش عايز انسى اسامي وكريم مجموعه من اللعيبه كلهم مختلفين، كل اللعيبه المحترفين، محمدي عميد لاعبين في انجلترا، تريزيجيه، عندك مجموعه جروب وكوكا، خلاص ناس خدت رجليها خدت على انه يقابل سيرد باك طوله 2 متر او طوله 1.90 متر، خد على انه في عنف في الالتحامات، خد على ان في مطر مفيش مطر، الارض بتزحلق، الارض ما بتزحلقش، في جو بارد، في جو، خد على الاجواء دي اللي كانت بتقلق اللعيب المصري. دي خلاص بتبقى موجوده يا كابتن. يعني انتوا في جيل 90 عشان كده، وانت بتتكلم ان كان الناس بتبصكم بشكل معين، ده كانت مديكم الحافز اكتر، والنتيجة كمان بتاعت ماتش هولندا لا، هي كانت ميزة بالنسبة لنا ان الناس مش عارفانا. طبعا هي ميزة، هي كانت ميزة كبيرة جدا. كانت ميزة كبيرة جدا جدا، لانه هم فوجئوا طبعا، هم اتفرجوا على بعض الماتشات الودية، انما في الاخر ما تقدرش تيم مجهول بالنسبة لك تتفرج له على ماتش ودي او ماتشين وديين وتقدر تقيمه بشكل كامل، تقدرش، صعب جدا، صعب جدا. بتقيمه بناء على المباراه اللي انت شفته فيها او الوضع اللي انت شفته فيه، انما مجملا ما تعرفش قيمه وقدره اللعيب المصري يقدر يعمل ايه. فدي كانت بالنسبه لنا احنا نقطه ايجابيه جدا. علشان كده احنا فاجئنا بيها هولندا، وفاجئنا بيها ايرلندا، وفاجئنا بيها حتى انجلترا، يعني فاجئنا بيها الفرق كلها. ف اللعيب المصري بيبقى طبعا مهاريا عنده مهاره عاليه جدا، من اكثر اللعيبه اللي موجودين في العالم، على مستوى العالم عنده مهاره. بدنيا كويس. بالشكل الخططي كان ممكن بالشكل الخططي خلاص اتعود، خلاص اتعلم على مدارس، خد مدارس كتيره جدا. اللي انت بتقول عليهم بره دول اشتغلوا مع كم نوع من انواع مدرسه الكوره، مع الشرقيه والغربيه والبرازيليه والارجنتينيه، خلاص يعني خد اتعلم كويس جدا جدا. هي كل القصه كلها دلوقتي بتبقى في استعداد اللعيب استعداد اللعيب نفسه لنفسه، استعداد الاعداد الجهاز الفني للتيم نفسه صحيح يوم المباراه، الوضع، الحاله اللي هيبقى عليها اللعيب يوم المباراة. ده طبعا الوضع اختلف يا كابتن عن ايام حضرتك، وطبعا انتوا نجوم كبار وخبرتك كبيره في الجزئيه دي. استعداد نفس كابتن جوارد يمكن وقف الدوري لو نتذكر الوضع ده. الوضع طبعا مختلف، انت ما تقدرش تجيب لعيب زي محمد صلاح. انت دلوقتي عندك سبونسر شيب، لا مش غير كده، وكمان هنا كدوري مصر عندك هنا دوري في رعاه واخدين الدوري ودافعين فلوس ملايين، انت ما تقدرش. الامور صعبه لكوبر في الجزئيه ده كده كابتن؟ صعبه في الاعداد، في الاعداد بالنسبه لا خالص ما اعتقدش. هو يعتمد على مباريات، انت تبع الاجنده الدوليه في الايام، الاجنده الدوليه عندك اعداد كمان ممكن يبقى هو الاقوى بالنسبه له. انت الدوري هيخلص برضو في حد، هي المشكله هي دي الصعوبه بس اللي هتقابله. ان انت الاعداد بتاعك هيبقى في شهر مقدس، في شهر رمضان، في وقت الصيام. ايه اللي هتعالجه ازاي؟ هو لازم يكون دلوقتي قاعد مع او يكون قاعد مع الدكاتره بتوعه، الجهاز الطبي بتاعه، مع الجهاز الفني بتاعه، مع الجهاز البدني بتاعه، عشان يشوف الفيزيكال كوتش بتاعه هيقول له ايه. يعني في تغير فيسيولوجي في الايام دي يا كابتن. بالظبط طبعا طبعا، لانه بدايه كاس العالم هتبقى مع نهايه رمضان. صحيح، بدايه كاس العالم هتبقى مع نهايه رمضان، يعني انت هتلعب في اجواء غير اللي انت عملت فيها فتره الاعداد. هي دي درجه الصعوبه اللي هتقابلنا احنا، وهتقابل الدول العربيه المسلمه اللي هتبقى تلعب في كاس العالم في الفتره دي، ان انت هتشتغل في اجواء انت ما اتمرنتش عليها، انت اتمرنت في اجواء مختلفه. فهل هنا اللعيبه هتفطر بقى في رمضان علشان تبقى واخده على نفس الاجواء، ولا هتعمل ايه؟ دي ما اعرفش. ممكن الاجواء يا كابتن، عايزك بس توصف لي اجواء كاس العالم كابتن ايه. انا طبعا كان ليك الشرف، يعني كان نفسي طبعا كان ليك الشرف كابتن طبعا، موجوده في كاس العالم 90، اجواء بتبقى عامله ازاي يا كابتن؟
طيب احنا كابتن جوهري كان قافل علينا قوي، انت عارف لما يبقى حد بنى حاجه حلوه، راجل بنى كده محترم، مهندس محترم، فبنى بيت شيك قوي قوي قوي، فمحوط عليه عشان الناس ما تقعدش ايه تشوفه وتقعد تشوف الفكره بتاعته دي من هنا عشان تقال ايه، والديكوريشن بتاعه ده عامل ازاي، فقعد مخبينا. كابتن جوهري احنا في كاس العالم واحنا في ايطاليا، يعني المفروض كنا نقعد مع بعض الفرق في الجروبات بتاعتنا في اوتيل معين. كابتن جوهري لا، احنا خدنا لوحدينا كده بره، شاف اوتيل بره، الله يرحمه بره المكان خالص بتاع المدينه، بره المدينه شويه، وقعدنا لوحدينا فيه عشان ما حدش، احنا حد يعرف عننا حاجه ولا احنا نعرف عند حد، ومقفول علينا، مخنوقين يعني انما خروجنا كان بعد التمرين مثلا، ننزل تتمشوا جنبينا جنب الاوتيل كده بره بشويه، ناخد الاتوبيس مثلا نص ساعه بره كده شويه، ننزل ناكل ايس كريم في مكان جبل فوق، او انت فاهم، انت بصراحه كده برضه بعيده هتويكو، عارف انت الفيلم ده. فانت ما هو لا، كابتن جوهري اصله شغله دقيق جدا وبيتعب قوي. كابتن جوهري الله يرحمه كان بيقعد يتفرج على الماتش بالماتش بالاربع او خمس ساعات، يخش الصومعه بتاعته، نقول له دخل الصومعه، يخش الصومعه بتاعته، يقعد يمسك الماتش يحلله من اي تو زي بالسلو موشن. دي قدره مش عند اي حد. صحيح. فهو عمل كل ده، مش عايز انت تبوظه له في سرحه او في تاخيره او في عدم تركيز او تبص اللعيب اللي او مش عارف تعمل لا ده حصلت يعني. واحنا نازلين في كاس العالم في ماتش هولندا، طبعا احنا نازلين الملعب عشان جينا بالاتوبيس ونزلنا من الباص بتاعنا وداخلين الملعب عشان نشوف الملعب بقى، وده كان حاجه جديده بالنسبه يعني للعيبه المصريين، ان احنا ننزل الملعب نشوف الملعب قبل الماتش وحاجات كده يعني. فاحنا نازلين وفرقه هولندا راجعين خارجين من الملعب، شافوا الملعب بقى وخارجين، فكلنا قاعدين نبص لبعض، فان باستن معدي كده وبودو فليكس تعالي كده بالساهل، انت فاهم انت فالدنيا. بس كابتن كنت محترف ساعتها كابتن؟ طفل مسافر، تبص على اللعيبه دي. فان باستن في نفس الوقت حاجه كبيره جدا، طبعا ادينا في العمر انما في القيمه، حاجه بيلعب صحيح. في اكبر نادي في العالم في ميلان في الوقت ده، وكان اكبر راس حربه واضخم اسم صحيح. مهاجم في العالم صحيح. فانت بتتكلم على فرقه هولندا اللي كانت بطله اوروبا 88 اللي هي اخر بطوله اوروبا قبل كاس العالم ده صحيح قبل 90. فانت بتلعب بطل اوروبا وبعدين كانوا ماسكين الفرق في البطوله دي، انا اتفرجت عليها طبعا هنا في مصر، كانوا ماسكين الفرق يعني باللغه بتاعتنا من مرمطينها يعني. فكان موضوع صعب جدا انت هتقابل الناس دي ازاي. فطبعا حتى ربيع ياسين طبعا كل الشغل عملناه وكل التمرين عملناه وكل التركيز عملناه، انما في الاخر نقعد ندعي عليهم ما يوفقهمش وانت حاجات بتاعتنا. لكن ما فيش موقف معايا حسن من اللعيبه نفسهم، هم شايفين اللعيبه اللي انت بتحكي عليهم دول كابتن قال لك الله لا والله بيعملوا كده واحنا ما بنعملش كده؟ لا انا 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 فاكر ان في الماتش ده رودي خوليت كان بيلعب وينج رايت في الماتش ده. الراجل كان بيلعبه ناحيه اليمين على الطرف عند احمد رمزي. فاحمد هو سريع جدا وقوي جدا ومهاري جدا كل حاجه جدا. فرمزي في كوره من الكرات راح زقه جري بيه فبيوقفه فخده وجري بيه، انت ما بتهمكش ولا حد يشد فيك ولا حد يوقعك. هو بدنيه رهيبه. انت زي اللي راح قايل اسم. هو انت زي البتاع ما فيش حاجه بتهدك ابدا. فطبعا كان اول مره ان احنا كلاعيبه كوره نقابل المستوى ده، المستوى الراقي ده في كره القدم. اكيد يعني ما اعرفش، انا وجهه نظري بقى ان شاء الله كابتن بامر الله كده دي فتحه خير على منتخبات او منتخب مصر في الوصول لكاس العالم في الفترات اللي جايه. انا حاسس ان الامور هتبقى بالنسبه لنا امور سهله، خصوصا كمان ان عدد الدول هيزيد. ده امر طبيعي ان انت بعد ما توصل للمرحله دي وبعد ما توصل يبقى عندك الكم ده من اللعيبه المصريين المحترفين بره مصر وفي انديه ليها قيمه، وانت الفاليو بتاع اللعيب نفسه المصري قيمته طبعا خلاص كبيره. صلاح علاها ونني علاها وكوكا والناس دي كلها كل علوا القيمه دلوقتي. انت لما تيجي تجيب لعيب كوره من مصر
ما زمان ايامنا احنا كنت بتتكلم في 100,000 دولار و 200,000 دولار، ولو حد جاب سيره 500,000 دولار يعني انت لو هنا من عندنا في مصر قال له 500,000 دولار او 100 مليون دولار بتاع بره يقول له مليون دولار ايه؟ صحيح. خليه عندك. احنا النهارده احمد حمدي النهارده انت بتبدا ب 3 و4 و5 مليون. صحيح. فانت دولار او يورو مش مصري بسبب اسامي اللي هي الاسامي دي والنجاحات اللي عملتها الناس دي حقيقة اكيد كابتن. يعني حقيقة. طيب يعني كابتن تتوقع بقى بغض النظر عن اسامي الفرق اللي هتبقى موجوده في المجموعه بتاعتنا، يعني احنا التصنيف ده هيبقى تقريبا انت عندك ممكن واحد من اوروبا، ممكن يبقوا اثنين من اوروبا مش واحد كمان، وعندك واحد من ممكن امريكا اللاتينيه او من اسيا. تتوقع كابتن مصر تبقى موجوده في الدور الثاني او يعني بالشكل اللي احنا شايفينه ده؟ هقول لك على حاجه. أنا زي ما قلت لك ما تقارنش خالص الماتشات بتاعت تصفيات كاس العالم صحيح اللي اتلعبت بالماتشات اللي هتتلعب في كاس العالم. اولا المنافس مختلف، الطريقه اللي انت اشتغلت بيها وانت ما كانتش بتؤتي ثمارها بشكل جيد امتاعيا او ابهارا للجمهور، لا في كاس العالم ممكن. في كاس العالم ممكن ليه؟ لان انت لما تيجي تلعب تيم زي المانيا لا يمكن تلعبه مفتوح وتعمل اوبن جيم وعايز تعمل هجوم منظم يعني من تحت لفوق يبقى هيبقى صعب شويه. فانت لو جيت عملت بقى الشغل بتاعك اللي هو الزون وبس، هي القصه في ايه؟ ان انت بعد الزون تلاقي حلول، دور على حلول يعني اعمل لنا حلول. انا مش ضد ان اي كوتش في الدنيا يشتغل هو زون. المشكله في الحلول انت انما اعمل حلول. اعمل حلول بعد الزون اعمل حلول. ليه يا كابتن مثلا بييجوا يلعبوا بعض بيبقوا عارفين قوتهم ازاي وابتدوا يعني تشيلسي كان في مباراه مش عايز اسمها تعامل مع فريق كبير برضه في الدوري الانجليزي ان هو قفل وابتدى يعمل الزون ده لعب على الهجمه المرتده كسب 3. ما هو عاوز ايه؟ هو فريق هو كبير. هو عاوز ايه من المباراه بيعمله؟ تقريبا كان مانشستر يونايتد تقريبا يا كابتن. فهو عايز يعمل هو عايز ايه من المباراه بيعمله؟ وعايز يعمل ايه من المباراه خلي بالك هو عايز ايه من المباراه بناء على الحاله الانيه بتاعت لعيبته. صحيح. انت واخد بالك والتيم المكون عنده ما يكونش ايه الاصابات الغيابات إيه عدم توفيق في وقت من الاوقات لعيب مش فورمه معين يبقى جاهز جدا او انت كنت بتبقى معتمد عليه بشكل كبير وبيجي وجاي في الفتره دي مش فترته الفورمه بتاعته واقعه. طيب هيعمل ايه؟ هتحط مكانه حد ولا هتشتغله هو وتاخد الريسك وتشتغل بـ 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 بمبدا يمكن وهكذا ولا ما الحاله الانيه زي ما بقول لك دي عليها عامل كبير جدا. صحيح. جدا جدا يعني. صحيح. قبل ما نروح نتكلم عن النادي الاهلي كابتن والفتره اللي جايه بعض اللاعبين الكابتن مجدي من خلال الدوري الممتاز سواء السنه اللي فاتت او السنه دي شايفهم يبقوا المفروض يبقوا او يتجربوا مع المنتخب في الفتره القادمه لعل وعسى ان شاء الله يبقى واحد منهم موجود مع المنتخب في كاس العالم. مين اللعيبه المصريه يعني اللي انا شايفها؟ والله يعني في تجربه النهارده عمرو مرعي. والله وانا قاعد بتفرج على ماتشات الدوري اقول الراجل ده ما بيلعبش ليه؟ يجربوه في المنتخب دلوقتي. انت وانت بتقول نسيت الاسامي. يعني انا نفسي برضو حسين. احنا عندنا مشكله في الناحيه الشمال يا كابتن. انا نفسي حسين الشحات يتجرب. حسين الشحات تمام. يتجرب في منتخب مصر الفريق الاول. مش المحليين يعني. نفسي. محمد حمدي مثلا. مين؟ محمد حمدي اتفرجت عليه. محمد حمدي لاعب مصري. لعيب كويس. مش وقته لسه. ده مش وقته لسه بوجهه نظر انا خبراته تمام. عشان كاس عالم مره واحده هتبقى صعبه شويه. في 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 طبعا اكيد ناس موجوده تقدر تشتغل في التيم دلوقتي انما مش افضل من اللي موجودين دلوقتي في كاس العالم. في اللعيبه اللي عملت تصفيات خدت تصفيات واللي هم يعني 25 30 لعيب النهارده واحرزوا هدف ما دي حاجه بادره كويسه. شيكابالا اصلا كان لعيب منتخب يعني. ايوه بس هي القصه كلها ان هو شيكابالا لعيب جيد لعيب ممتاز. انما مودي ده تحليل انا ليه ممكن اكون صح ممكن اكون غلط لمعاشرتي ليه واشتغل معايا وفرجيت مشاهدتي ليه ومتابعتي ليه وهو بره. هو مودي يعني ايه مودي؟ يعني مزاجه كويس هيديك كويس، مزاجه مش كويس مش هيديك كويس، طب انا هعرف امتى بقى مزاجه كويس وامتى مزاجه مش كويس؟ امتى هنسهر جوه التيم عشان يدي الحاجات اللي احنا عاوزينها ويشتغلها الخططيه، النواحي الخططيه، النواحي البدنيه بتاعته عامله ايه؟ اصل النواحي البدنيه عشان بس الناس ما تاخدش مني الكلام النواحي البدنيه دي مش حالته البدنيه اللي هو هيحسنها له المدرب دلوقتي، لا ده راجل عنده 32 سنه النهارده.
لا دي الكاباسيتي بتاعته اللي هو موجود عنده اصلا الحاله البدنيه المكونه عنده من زمان. انا النهارده عايز اوصله ليها. يعني هو لو بدنيا 70% 80% من الكاباسيتي بتاعته في العموم طول السنين دي كلها، صعب جدا جدا ان انا اجي النهارده اخليها 80 90%. بقى هو عنده 32 سنه، صعب جدا جدا جدا. هو لغايه الحته دي وهيقفل. انت عارف الكوبايه اللي بتبقى فيها خرم واحد بس مقفوله، واللي فيها خرم واحد بتحط منها وتحط لغايه الخرم ده لغايه الحته دي ما تعديش، خلصت الكوبايه. هو لعيب جيد جدا، هو لعيب طبعا كويس، هو لعيب جيد جدا. عشان كده يمكن انما انا ما اقدرش اقول انه مثلا اخذه دلوقتي العبه على تريزيجيه، او اخذه العبه على مين بيع في رمضان صبحي في اللي موجود طبعا بعد ما خد الفترات دي كلها مع التيم. انما في الاول وفي الاخر ده راي مدرب رمضان ومؤمن. ويعني مجموعه الخط ده ما شاء الله كابتن غزير جدا او موجود بكثافه. النهارده تريزيجيه يعني او شيكابالا بعد المباراه على طول، طبعا مواقع التواصل الاجتماعي سريعا بتقدر تعرف رد فعل اللاعب نفسه، فهو يمكن بيهرج بعد المباراه بيقول رفاعي الدسوقي ما ماتش، يعني عشان هو الفتره اللي غاب فيها الفتره اللي فاتت كلها ما كانش موجود في منتخب مصر شيكابالا، النهارده بيرجع مع منتخبنا الوطني وبيحرز هدف. فمؤمن بيرد عليه قدامك كابتن مجدي، مؤمن زكريا بيقول له يا رب. يعني ده حاجات كده تبقى كوميكس كده بينهم من بعض. فسريعا ده نجم الاهلي وده نجم الزمالك اكيد مع منتخبنا الوطني، ما فيش هذه الجزئيه. كابتن مجدي اخدك على الاهلي، يمكن بعد خروجنا من بطوله افريقيا المباراه النهائيه، يعني اكيد كله كان زعلان، كلنا زعلانين، لان كانت هتفرق جدا مش مع النادي الاهلي بس، كانت هتفرق مع مصر وصول كاس عالم. لا والنادي الاهلي ما بيحبش يخش في بطوله ويوصل فيها للفاينل ويخسر، حقيقي مش عادته يعني. وكانت هتفرح المصريين، انت عارف صاحب السعاده دائما أكيد. النادي الاهلي، لكن خلاص احنا بنطوي صفحه وبنبص للصفحه اللي بعديها، بطوله كاس مصر اللي احنا كانت بدايه المباريات امام تليفونات بني سويف، كسبنا 5. بتشوف بقى الفتره الجايه النادي الاهلي كابتن مجدي من وجهه نظر حضرتك ايه اللي المفروض يحصل الفتره الجايه؟ انت عارف دايما او غالبا لما بتخسر بتخسر بطوله الحافز بتاع البطوله التاليه عند اللعيب وعند الجهاز الفني بيزيد بيكبر اكتر. ليه؟ عشان يعوض دي. صحيح. لما بياخدها ممكن بيحصل نوع من انواع الفتور شويه. طبعا الميزه في التوقيت بتاع المباراه النهائيه ان بعديها كان في فتره راحه، واحنا شغالين دلوقتي في مباراه الكاس اللي هي بالنسبه لمباراه الدوري، وبعدين مباراه الكاس الاولى التمهيديه والدور ال 32 طبعا المستوى فيها ما بيبقاش بنفس والمنافسه مستوى المنافسه فيها ما بيبقاش بنفس درجه الدوري الممتاز او الادوار النهائيه وقبل النهائي في مباراه الكاس. فده يساعد الجهاز الفني على انه زي ما عمل كده ما عملش تليفون بني سويف، انه يدخل اكثر عدد ممكن من اللعيبه اللي ما كانتش بتشارك بصفه مستمره او شبه مستمره في الدوري الممتاز، يقف على مستواهم، يقف على درجه استعانته بيهم وتقييمهم، وفي نفس الوقت اللعيب يخش يحط رجله في الملعب ويبقى عارف انه في اي وقت من الاوقات هيطلب منه التواجد، لازم يكون فورمته جاهزه، لازم يكون جاهز، ولازم يكون بيأدي بشكل ايجابي. الحوافز بقى بتاعته في الدخول للدوري، انا زي ما قلت لك دلوقتي يا محمد، انا عايز الدوري ده بقى بتاعنا عشان هو ده اللي هيدخلني. زي كده كابتن مجدي كان التيم بتاعك وجيل بتاعك كان حصل خساره في البطوله وده اداكوا حافز للبطولات بعد كده؟ يعني انا عارف انتوا ساعتها كنتوا فيها خدنا الدوري على طول يعني بس هي كانت في السنتين الاولانيين اللي هي في النادي الاهلي كان النادي الزمالك كان بيبقى ليدنج في اول سنه كان وصل حوالي 13 بونت 13 بونت مظبوط، والسنه الثانيه وصل 9 بونت 11 بونت. فطبعا ارقام كبيره جدا. فاحنا ده بالنسبه لنا زي اكنها خساره، وانت عايز تعوض الخساره اللي انت صحيح. انت خسران 13 بونت فرق بينك وبين المنافس، فانت مطالب ان انت تجري بنسبه 200% من الجري بتاعك اللي انت بتجريه عشان تحصله في مجهودك وهو يقع نفسه. صحيح. فانت كنت بتجري ال 200% دي، وهو لما شاف ان انت بتجري ال 200% دي اتخض، قال بيجري 200%، طب هو يعني المفروض يمشي على نفس الوتيره اللي ماشي بيها او الليفل اللي هو ماشي بيه. فطبعا دي من نواحي السيكولوجيه بتاعت المكسب، الفرق الكبيره لبعضها لما في التيم بيقعد يكسب
الفترة التيم المنافس ليه بيقلق، درجات التوتر بتزيد عند اللعيبة وعند ودرجات التنافس بتزيد ودرجات التوتر عند المنافس بتزيد. فدي بتبقى إيجابية للمؤهل نفسيا كويس والمؤهل بدنيا كويس وفنيا كويس، ودي بيتميز بيها النادي الاهلي. يعني ده ما هو الجيل بيسلم جيل، في هذه الجزئيه كابتن مجدي يعني المباريات القادمه احنا النادي الاهلي كابتن يعني لو بصينا للجدول النادي الاهلي مبارياته مضغوط بشكل كبير، عندك مجموعه من الاصابات النهارده، رامي ربيعه بيتصاب يا كابتن بيخرج، عندك محمد نجيب موجود، مجموعه من اللعيبه لسه صالح جمعه بنحاول يرجع، مجموعه من اللعيبه الصراحه كابتن حسام بدري الله يكون في عونه. نعم. ضغطه المباريات اربع مباريات كل اربع ايام ما بين المباراه والمباراه، ده في حد ذاته شيء بيصعب برضه المأمورية على كابتن حسام بدري والجهاز الفني. بص احنا النادي الاهلي عنده كم من اللعيبه، كم من اللعيبه الجيدين، كم كافي. المشكله عندنا احنا بس هي تقريبا في 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 مش تقريبا، هي المشكله عندنا في قلب الملعب. الاثنين المساكين في الديفنس. الاثنين المساكين عشان العدد بس، مفيش غير لا انا بتكلم على العدد بتاع المساكين بعد ما مشي احمد حجازي، فاللي موجودين ثلاثه، رامي ربيعه وسعد سمير ومحمد نجيب. فده رقم قليل جدا بالنسبه للمكان، المكان موجود على الاقل لازم يبقى عندي اربعه او خمسه. هو كابتن عشان بدون ما اقطع كلام حضرتك، هو حاول تعويض الجزئيه دي بوجود واحد زي ايمن اشرف في ده اللي انا بقوله لك، ده اللي انا كنت جاي اقول اكلمك فيه. فلما يكون، لا العفو، فلما يكون عندك النقص عددي في بوزيشن هنا، حسام كمدرب كبير بيحاول يوظف اقرب لعيب للبوزيشن ده صحيح، يستفاد منه، يشوف مين اللي كان بيشتغل عليه اشتغلها واشتغلها كويس. هو نفسه حسام عنده وجهه نظر في سين او صاد او عين انه يقدر يؤدي الحته دي بشكل كويس، ممكن السلية يشتغل فيها، ممكن احمد فتحي بيشتغل فيها، احمد هاني يا كابتن. هو عموما المحور الدفاع بتاع وسط الملعب يقدر وهو مغمض عينيه يشتغل محور دفاع في وسط في خط الديفنس. الواجبات تقريبا واحده في الكره الجديده من دلوقتي، كره ان المساك لازم يشلت ويجري ولا يقعد يلف ويدور. صحيح، انتهت من زمان يا كابتن، انتهت من زمان. ف المواصفات تقريبا قريبه من بعض بين من الاثنين. صحيح، فهنا يقدر يشتغل هنا. ما الفرق الغريبه كانت في الماتش اللي فات تليفونات بين الشيف ان محمد هاني من هنا لعب في مساك باك رايت وباك ليفت، يعني شفت، وايمن اشرف لعب مساك وهو قبل كده كان لعب في النادي الاهلي مساك قبل ما يمشي. صحيح. اخر مره وروح. صحيح. قبل ما يروح سموحه في اخر مره كان بيلعب مساك وبيقدر يأديها بشكل ايجابي بشكل انا اقبله في وضع معين. هنا الـ 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 طب ما ينقص الفريق كابتن؟ كابتن حسام كان بيتكلم في فترات او فترات اللي فاتت ان ما ينقص الفريق التوفيق وفي نفس الوقت اضاعه الفرص. نعم، وده اعتقد يعني التوفيق ماشي اوكي، احنا طبعا وارد كابتن كلنا بنتعرض لحاجه، لكن دائما اضاعه الفرص في مباريات مهمه بتبقى شيء صعب. اكيد. هو الماتش الاخراني اكبر دليل ان في فرصتين ضاعوا قبل فرصتين محققتين يعني بالنسبه لي انا ضاعوا قبل الجول. فدي دول طبعا كانوا غير قلبوا الماتش، كان قلبوا نتيجه الماتش وقلبوا اداء النادي الاهلي خالص طبعا. انما ده وارد في كره القدم، محدش يقدر انا بتكلم على الحلول. انما يعني. انما هي القصه في ايه؟ القصه في انها لما تتكرر من حد، لا يبقى انا في ديفو هنا، لازم بقى ايه اقف معاه واظبطه واصلحه واشوف قادر مدى قدرته على الاستيعاب والاستجابه، هل استجابته سريعه وهيقدر ونبقى تمام، ولا هيبقى استجابته بطيئه، ولا درجاتها قد ايه؟ ممكن واحد تكون استجابته هو 50% خلاص انتهى الموضوع، اكتر من كده صعب. فده ما يبقاش في النادي الاهلي، ده صعب بيبقى في النادي الاهلي. درجات استيعاب لعيب النادي الاهلي لازم تعدي 80% 90% لازم باي حل من الاحوال. صحيح. ليه؟ لانه اولا بيلعب بطولات متنوعه وكتيره، يعني بيلعب في افريقيا. صحيح. ضغوطات مختلفه، بيلعب في دوري، بيلعب في افريقيا الشامبيونز ليج والسوبر، وبيلعب في مصر الدوري والكاس والسوبر، بنتكلم على منافسين. والتاكتكس بتاعتك ممكن تتغير من هنا لهنا لهنا، فهل هو درجات استيعابه هتستوعب ده ولا لا؟ دي برضو كلها حاجات لازم تضع
في التقييم للعيب وانت بتنتدبه. تدريبات يعني انت العلاج اللي حضرتك بتقوله هل بتكون بتدريبات ولا بشكل كلام؟ عشان كده بقول لك الاستيعاب درجات الاستيعاب دي لازم تكون متابع اللعيب اللي انت بتجيبه. لازم تكون متابعه كويس جدا. خلاص انت اقتنعت بقدراته وامكانياته، فانت لما بتجيبه انت بتقعد تتكلم معاه، طبعا بتبقى عن طريق او جلسات بينك وبينه خاصه، جلسات العامه اللي الكلام العام اللي بيتقال للتيم كله في العموم في المحاضرات، ومتطلبات المدرب والكوتش من التيم في المرحله اللي موجوده او في المرحله اللي جايه او واتيفر في العموم، زائد الواجبات اللي بتتحط للعيب جوه الملعب، درجات تنفيذه ليها قد ايه جوه التمرين بقى نفسه، التمرينات المركبه اللي انا بعملها عشان ابقى عارف الراجل ده درجات استيعابه قد ايه، بيفهمها قد ايه، والتاكتكس بتاع اللي بيتعمل لو كان في تاكتيك مركب او جمل مركبه او حركات مركبه، كل ده يبين لي ويديني مؤشر ب درجات استيعاب اللعيب اللي قدامي ودرجاته الذهنيه ومستواه الفني والبدني. حقيقي يا كابتن، يعني خليني اكلمك كابتن، شفت المباراه الاخيره بقى بتاعت الاهلي 5-0 وبعض اللعيبه الصغار السن زي احمد حمدي موجود يا كابتن؟ انا انبسطت جدا ان احمد حمدي موجود، لانه لعيب لعيب انا من ساعه ما شفته من عند ايناسيو، كان اسمه ايناسيو كابتن اللي كان عندنا في الاهلي كان المدرب البرتغالي مش فاكر اسمه بالنسبه كان موجود جريدو؟ لا بعد جريدو، بعد مارتينيو باسيرو باسيرو هو اللاعب احمد حمدي اول مره. انا فاكر كويس جدا في الامارات تقريبا كان في دوره في قطر في الامارات او في دبي مش فاكر، في الامارات او ابو ظبي. احمد حمدي لعيب كويس، لعيب عنده قدرات مهاريه جيده جدا، درجات استغلال المهاره دي او درجات اعطائها للتيم او تنفيذها للتيم في محور اللي طالبه الكوتش قد ايه، دي اللي يقدر يحددها بس حسام بدري، صحيح مش حد تاني. فهو لو انا بقى دي نصيحه مني انا ليه، هو يعمل اللي بيطلب منه عشان يحط رجله، لان هو لعيب كويس. صحيح. يعني كابتن نقطه مهمه جدا لازم نوضحها لجمهور النادي الاهلي وحضرتك نجم كبير وخبراته ورؤيتك كمان ومتابعتك نادي الاهلي، ان متوسط اعمار النادي او الفريق في الوقت الحالي اعتقد ان هو جيد جدا. احنا جالنا وقت كنت بتكون يعني حته النزول بس الحمد لله احنا النادي الاهلي لما بيجي يحصل عمليه اخفاق ما بتقعدش مده طويله ما شاء الله. فدلوقتي عندنا ما شاء الله فريق، يعني من وجهه نظري انا وما اعرفش حضرتك معايا بتتفق معايا في الجزئيه دي، يكمل معاك 8 سنين ان شاء الله بطولات معدل اعمارهم نفسه. وهي هو مست النادي الاهلي اصله دايما الاحتياجات بتاعته، لو في احتياجات بتيجي خلاص الموضوع مش حقيقي. ما فيش النادي الاهلي ما عندوش مشكله في الموضوع ده. بالنسبه للموجودين دلوقتي متوسط العمر الموجود دلوقتي طبعا جيد بالنسبه لتيم النادي الاهلي، ما تقدرش تقول على انه تيم شاب او تيم عجوز، هو تيم ناضج حقيقي. يعني تقدر تقول انه تيم ناضج، عنده معظم متوسط. احمد فتحي لسه مكمل 33 سنه كابتن من يومين. لا احمد ما شاء الله، احمد احمد يعني تكوينه البدني تكوينه البدني وطريقه حياته ممكن تلاعب احمد لغايه 38 صحيح. سنه 39 يعني هو لاعب صغير قوي، لاعب 16 سنه كابتن. ما شوف انا قلت ايه، شوف انا قلت لك ايه، تكوينه البدني وطريقه حياته اللايف ستايل بتاعه يعيشه مع احمد ما بيسهرش، احمد ما بيروحش ما بيجيش، من البيت للتمرين ومن التمرين للبيت. فيزيكالي هو جسم واخد اعداد ومبني، واخد اساس فيزيكس اللي انت بتتكلم عليه ده كويس جدا. تكوينه العضلي ما شاء الله قتل بالله، يعني اللهم لا حسد، تكوينه العضلي ده مهم جدا. هل ما هو خلي بالك في لعيبه كتيره جدا تكوينها العضلي مهما كانت مهارتها ما يخلوهاش تكمل في الملعب كتير، ده مهما كانت مهارته، انما تكوينه العضلي والبدني مش قوي فما يساعدوش على انه يكمل. يعني هو زين الدين زيدان لما بطل كوره بطل كوره ليه؟ وكان بيأدي في السنه اللي قبليها بشكل كبير جدا. قالوا له انت يعني بطل دلوقتي ليه؟ فرد بسيط جدا، قال لهم لقيت اني في وقت من الاوقات ان اللي انا بفكر فيه مش قادر انفذه. فقلت خلاص ده وقت الخروج. يعني اللي بفكر فيه مش قادر انفذه. صحيح. لكن ان شاء الله كابتن توقعك لفريقنا ان شاء الله بالشكل ومجموعه اللعيبه احنا عندنا نواه جيده جدا.
في بعض الاحتياجات اكيد، واللي أدرى بيها برضو هو الجهاز الفني حسام بدري والجهاز المعاون معاه. التدعيمات كلها اللي بتطلب اكيد النادي الاهلي بيجيبها، فاعتقد انه دي عندنا بالنسبه لنا ان شاء الله باذن الله في النادي ما عندناش منها. في نقطه ثالثه مهمه جدا جدا جدا، ان انت النادي الاهلي اسم النادي الاهلي عامل جذب رهيب. يعني اي لعيب في مصر هتقول له تعالى على النادي الاهلي هيجي على النادي الاهلي، هيبقى عايز يلعب في النادي الاهلي. او بلاش نقول اي لعيب عشان ما حدش، انما السواد الاعظم لعيبه كوره في مصر لو قلت له تعالى العب في النادي الاهلي هيجي على النادي الاهلي. صحيح، عايز يجي يلعب في النادي الاهلي. صحيح. فانت الخامات اللي موجوده اللي انت بتنشن عليها وعاوزها ما عندكش مشكله انها ما تجيش النادي الاهلي منها هي نفسها. طيب، زي ما بعض الانديه الثانيه بتلاقيها. قبل ما اسال سؤال اخير لحضرتك كابتن، الكره المصريه وجزئيه الاحتراف، حضرتك كنت لاعب محترف وانا عارف حضرتك كابتن مجدي ما شاء الله عندك فكر في هذه الجزئيه بشكل كبير. هروح بس صوره لمحمد صلاح وتويتايه هو كان كاتبها اللي هي احمد حجازي، هو بيقول اولويز بيها اولويز بي اولويز هابي وين اي سي ذيس مان، وطبعا عامل منشن لحجازي دائما اللعيبه المصريه في مع بعض خصوصا لما يكونوا في بلد واحده تبقى حاجه جميله. طبعا جميل طبعا. طبعا كمل التويتات بتاعته محمد صلاح وقال كاس العالم بنكهه عربيه، مصر والسعوديه والمغرب وتونس، مبروك علينا جميعا. ايضا محمد صلاح في تويتات اخرى تكتمل الفرحه مع المنتخب التونسي الشقيق بالتاهل لكاس العالم، الف مبروك، والف مبروك للمنتخب المغربي العربي الشقيق بالتاهل لكاس العالم، مباراه كبيره امام منتخب كوت ديفوار والتاهل بجداره. كابتن، الكره المصريه وما تحتاجه في الفتره القادمه خصوصا للانديه وجزئيه الاحتراف اللي احنا المفروض في وقت ما لازم نطبقه، لان خلاص يعني ما فيش حل. الكره المصريه كده تحتاج عشان تتنها متفوقه او تزداد تفوق، محتاج انه يحصل من اتحاد الكوره بعض الافكار اللي بيها تزود الموارد وتطور الموارد للانديه محدوده الدخل. في المانيا مثلا كنت انا هناك من سنين، يعني في اوائل الالفينات 2001 وكده، يعني في كورس من كورسات الناس بيكلمونا فبيقولوا لنا من اهم الموارد اللي بتدخل الفلوس للانديه او للاتحاد عموما طبعا هو الدوري. فالدوري بيتباع لسبونسرز، انما الفلوس بتاعته بتتصرف ازاي بقى؟ بتتحدد بناء على ايه؟ في الوقت ده ساعتها ما اعرفش دلوقتي بيعملوا ايه. انما في الوقت اللي هناك ساعتها ده ما كانش بيدي بايرن ميونخ، طبعا هو التيم نمره واحد في المانيا. تمام. واكبر شعبيه وجماهيريه والاكثر حصولا على البطولات وكل حاجه، زي التيم النادي الاهلي في مصر يعني. انما مش هو اللي بياخد اعلى رقم. لا، اعلى رقم بياخده النادي اللي تحت خالص. اصغر. ليه؟ لانه ما عندوش رعاه زي اللي عند بايرن ميونخ. بايرن ميونخ عنده 8 و9 رعاه بيدخلوا له قد دخل التلفزيون 10 مرات، فما عندوش مشكله. السيزون تيكتس بتاعته الاستاد بتاعه بيشيل 60,000 وفول دايما. فالانكم بتاع السيزون تيكتس بتاعته بتيجي فلوس قد كده. دخوله في المسابقات الاوروبيه وتطوره وتخطيه للادوار اللي بيتخطاها بتدخل له انكم. يعني المجمل العام اللي داخل بايرن ميونخ مش زي اللي داخل لروستوك مثلا. فروستوك ياخد رقم اكبر علشان يقدر يدعم بيه نفسه ويقدر ينافس بشكل ايجابي في المسابقه. فاتمنى ان ممكن نفكر في تفكير زي كده ونخلي الفرق اللي هي مثلا الرجاء اللي طالعه مش لاقيه موارد، او الشرقيه في سنه من السنين واتيفر، السين او صاد او عين، نحاول نوجد له بعض الموارد اللي بيها يقدر يشتغل عشان ما يبقاش في حجه يعني. صحيح. استمتعت بالكلام معاك كابتن والله. شكرا محمد، ربنا يخليك. قبل ما يعني منهي الحوار، احنا بكره في مباراه، احنا طبعا وصلنا قبل ايطاليا اهو الحمد لله. بكره السويد وايطاليا، يعني مباراه صعبه جدا على المنتخب الايطالي او ايطاليا السويد، لان المباراه في ايطاليا طبعا ايطاليا اتغلبت من السويد في السويد 1-0، فبالتالي مطالبه انها تحرز هدفين او اكثر من هدف عشان توصل لكاس العالم. مباراه صعبه على المنتخب الايطالي. كابتن مجدي، شرفت بحضرتك كابتن مجدي. بعد الفاصل ان شاء الله يكون معاكم كابتن شادي محمد وبرنامج كره وجماهير معاكم دايما باستمرار استاد الاهلي.